السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم رجعنا نكملوا الجزء الثاني والوصفات الاخرين ان شاء الله. بقاو تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، نتمنى لكم فرجه ممتعه. هلو الامار، فيلكم بمين كانال ان يولي كانال ابن فنداخ. السلام عليكم، ابن ايبن تروخ ام دي تويد ديال افتر ماك فور دي بميني بستيلاش خايكولي لاتشين هو بيك تخمك تبات هيفن فيدر الامار نودخ تتشو. وكما العادة قبل ما نمرو ناخد معكم المقادير، غنصلي وعلى الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغنمر معكم ناخدو المقادير إن شاء الله على بركة الله. غندوزو دابا الوصفة الثانية وهي الميني بسطيلات. ندير بسطيلات صغيورين بعجينه جد سهله وفي متناول الجميع، حتى واخا ما كايناش عندك الوقت غتصاوبيه. قبل ما نمروا للعجينه معكم المقادير ديال البسطيله وشو محتاجين فيها. عندي هنايا 4 ديال الصدور تاع الدجاج، عندي هنايا شويه ديال الكوزه غادي نحكوها، عندي هنايا جوج بصلات مشرملين صغار، غناخد معلقه صغيره ديال الكركمة الخرقوم، نص معلقه السودانيه، معلقه الزنجبيل، معلقه صغيره الزنجبيل، معلقه هنايا صغيره، جوج معالق، نص معلقه كبيره ديال الملحه، لان الصدور ديال الدجاج غسلتهم بالملحه والخل، غادي ندير غير شويه ديال الملحه. عندي معلقه كبيره هنا ديال الثوم، او عندك الثوم الا عندك الثوم فيرس طبيعي استعملي منها 4 ديال الدروس. عندي قزبر والمعدنوس، غناخذ معلقه صغيره ديال المروزيه، ونص كاس ديال الزيت البلديه، هادشي اللي محتاجين. غنمروا دابا باش نطيبوا ان شاء الله. يكب هير فير كيب فيلي تفاي لوري بلاط، جوج وريقات تاع سيدنا موسى نسيت ما قلتها لكمش، اكرا ليبل كلين ليبل كركما هالف كلين ليبل شيلي بيبر اوف بيبر هالف كلين ليبل في الخيمبر كلين ليبل في سيف كريدر اوف كريدر في الشاورما كلين ليبل في الصوت مار امضاتك هابدي كيب في ليها بك ميت صوت ان ازين خفاشة دارهم هابي كلين مار اشي خد كوكن خروت ليبل صوت هالف كوب اوليف اولي اوف سيف سيس اوف سيف خروت ليبلز خروت ليبل بودر كنوفلوك اوف فيرتين كنوفلوك كورياندر امبلات كورياندر تفاي خروت ايو هابي كلين خسناية ان بيتي في نوت موسكات هابيك نودخ dat hebben wij nodig. Wij gaan gewoon even koken. هنا استعملت الحامض مرقد نص حامضه، كبهير سيترون داتيز ديجا شورت لي خاكيوليان عند في الفيديو لاتسين هو كان يدات ماك تاعش. غنخلي لكم في اخر الفيديو الطريقه ديالو. Yeah.
هنا عندي الحامض، والحامض الكميه نتوما كتحكموا فيها، كبير سيترون وفيل هايت نخرى وتجيو بوت فرخيدي بافارا سيلف بالا اكيب فير او فايف ستوكيز في اللوري بلاط بيتي في فيت بيبر ان صوت صوت اتش دي باسس هير دار هبن باي هيل فيل نودخ ان خفون شخون ستيريليزاتي بوت. إيش تبخين كمية تبي لوري بلاد اللي خاكين دي بوتشيا، غادي نبدا الاول بدو واحد جوج وريقات تاع الرند غنديرهم لتحت، ومن بعد غادي نعم ندير شويه ديال البزار الابيض كيعطيه مذاق رائع للسيترون، صدقوني جربوه بهذه الطريقه مع عمركم غادي تسخاو به. غنعمر الحامضه ديالي بالسيترونه ديالي بالملحه، وغادي نديرهم في القريعات دي سيترون موتوك خوت فنتافور شخون خماكت فور دمي تصوت ان ازاين ان ايف دروخ مت دوكية يخبون فيدر. السيترون ديالنا سبق لي غسلتو بالملحة والازاين الخل باش نحيدلو داك الدواء اللي كيسوطو عليه والمبيدات، ونقيتو مسحتو بالزيف، وعاد غنمرو لهاد المرحلة ان شاء الله. عندي هنا السيترون ولكم حرية الاختيار الكمية اللي بغيتو ديرو، درتو قل ديرو قرعة صغيرة، درتو كتر ديرو قرعة كبيرة. اكيب تفي لوري بلاد اوندر ان بيتي فيت بيبر ان خدان وخفير كلين ليبل خايك خفون صوت تفي خروت ليبل ان اين سيترون دون سوا شيري تسين ان دي فيديو ان دي بيك خفون ان خو خود ايفن هيل خود تدركن اوب دي سيترون ان دي بوتشي سي موتن هيل اخت ديخت باي دي خفون دي سيترون خار. بركم زيان في السيترونة ديالنا فاش كنعمروها بالملحة نضغطوا عليها مزيان خاصهم يكونوا مزاحمين، هكا كيطلق داك العصير ديال السيترون وكيطيب فيه السيترون ديالنا. نحتفظوا به في مكان مظلم لمده 4 اسابيع وغادي يكون واجد. بافارن ان دونكر بليك فور فير فيكا ان دانيس كلار فور ديخ بون خار اوم تخبراك. وصلت معكم لنهاية الفيديو، كنتمنى الوصفات كانوا عجبوكم استفدتم منهم شي حاجة. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على المشاهدة، ويتجدد لقاؤنا في فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تركتكم بين أيادي الرحمن ليرعاكم، والسلام عليكم. فايسين باي ايند في الفيديو ايك هوب دات هم يولي اتخليت فل سين يولي بيتي ديخت باي ماروكانس اوف ايتن اوف رمضان هو سيت تفاي هو اي تفاي ودون فاي المان اين دانكي فو كيكه دانكي فو فوخه انتو تفوخن الفيديو ان شاء الله.